بكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. تعالوا نروح بقى دلوقتي لصورة في تعليق. طيب الصورة اللي معانا النهاردة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي الاثنين من أساطير الكرة المصرية والإفريقية والنادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، الاثنين اللي تمت دعوتهم من رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني لحضور نهائي كأس العالم. تم دعوتهم لأنهم وجهة مشرفة لينا ومن رموز الكرة المصرية، وهو ده السر في أننا يا جماعة بنشوف دايما أساطير الأهلي وخصوصا كابتن محمود الخطيب بيتم دعوته في كل المحافل الدولية وأي مناسبة عالمية. عشان كده لازم نعبر عن امتناننا ليهم، الصورة المشرفة كمان اللي بيقدموها للعالم كله عن الكرة المصرية أميرة، يعني بصراحة اتنين من أهم أساطير كرة القدم المصرية. بالظبط، النادي الأهلي يا هند هو سفير للكرة العربية والأفريقية في كل المحافل الدولية، هو صاحب الإنجازات والأرقام والتاريخ الكبير اللي بينافس بيه النجوم والأندية العالمية في المحافل الدولية. وأول ما بنيجي نتكلم على الأندية العالمية لازم نتذكر اسم الأهلي كواحد من أهم الأندية الرياضية في العالم، وإحنا فخورين جدا بالصورة اللي بيقدمها الأهلي وأساطيره عن الكرة المصرية. أساطير الأهلي كابتن خطيب، كابتن حسن حمدي وغيرهم هم قدوة وخير مثال لأولادنا داخل خارج الملعب، والمفروض انهم يكونوا كده لكل مسؤولين الرياضه في مصر. وباكد تاني اننا فخورين بانتمائنا وهم كمان فخورين للكيان ده، وبنشجعهم ونتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي، ودايما الصوره بتاعتنا تبقى دايما مشرفه.